صباح الخير أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين. نحن الآن كالعادة معكم بس مباشر من مدينة الغردقة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدي في محافظة البحر الأحمر 2836 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هنا من داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة مدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية بالغردقة، حيث يؤدي في مدينة الغردقة 6 لجان، وفي مدينة رأس غارب لجنة، وفي مدينة السفاجة لجنتان، ولجنة في القصير، ولجنة في مرسى علم، ولجنة في حلايب، ولجنة في شلاتين. كما استعدت مديرية التربية والتعليم بالإجراءات الاحترازية وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى من جميع اللجان. هنا يتم تنظيم ودخول الطلاب في مدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية. كما تشاهدون أعزائي مشاهدي الجمهورية، نحن نرصد لكم لحظة بلحظة لحظة دخول الطلاب في اللجان الامتحانات، وهناك إجراءات احترازية قامت بها مديرية التربية في جميع اللجان، كما هناك غرفة عمليات لتلقي جميع الشكاوى الطلاب. تحب تقول ايه النهارده في التربيه القوميه والتربيه الدينيه؟ ربنا يوفقك. يؤدي 2836 طالب وطالبه الامتحانات الثانويه العامه في مادتي التربيه الدينيه والتربيه القوميه، موزعين على 13 لجنة، منهم 6 لجان في مدينة الغردقة، ولجنتين في مدينة السفاجة، ولجنة في مدينة رأس غارب، ولجنة في مرسى علم، ولجنة في شلاتين، ولجنة في حلايب. لحظة دخول الطلاب امتحانات لجنة الشهيد حسن كامل الثانوية بنين في مدينة الغردقة. كما قامت مديرية الأمن بالإجراء التأمين للامتحانات. يؤدي 2836 طالب وطالبة الامتحانات في محافظة البحر الأحمر، موزعين على 13 لجنة، منهم 6 لجان في مدينة الغردقة، لجنة في مدينة رأس غارب، لجنتين في مدينة سفاجة، لجنة في مدينة القصير، لجنة في مدينة مرسى علم، لجنة في مدينة الشلاتين، لجنة في مدينة حلايب. وقامت أيضا مديرية الأمن بتأمين مقر الامتحانات بوضع صدادات حولها، حول اللجان وحول المدارس. هناك أيضا إجراءات احترازية تم اتباعها من قبل وزارة التربية والتعليم وتعليم البحر الأحمر بوضع الإجراءات الاحترازية وتأمين الطلاب داخل اللجان وتوزيع الأسئلة عليهم. كما تشاهدون أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين، هذه لحظة دخول الطلاب المدرسة، وهناك ترتيب وتنظيم من قبل القائمين على الامتحانات.
يؤدي اليوم امتحانات التربية القومية والتربية الدينية 2036 طالب من الشعب من جميع الشعب الأدبية والعلمية. تم. كان معكم من مدينة الغردقة حسن حمدان.